أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى هنا يصف أولي الألباب، يصفهم بأنهم يذكرونه في كل حين، في كل وضعية، في كل حالة، وهذا ما يسمى بالذكر الكثير، أي يذكرونه بقلوبهم. يعني نحن مأمورون أن نذكر الله تعالى بقلوبنا، بقلوبنا في كل حين. وهذا لا يعني طبعا، بعض الناس يتصورون أن الذكر يقتصر عليه فقط داخل المسجد، لا، نذكر الله تعالى في المسجد وخارج المسجد بقلوبنا، نسبحه في كل حين. طبعا هذا ما يسمى بالذكر القلبي، الإنسان يذكر الله تعالى يسبحه ولو في عمله، ولو كان في المصنع أو في الدكان أو في المزرعة، لكن هناك محطات يتوقف فيها الإنسان ليسبح الله تعالى، يعني فيها توقف، مثل السيارة. السيارة في أصلها أن تتحرك في المسير، يسير بها صاحبها ويسافر ويتحرك ويقطع بها المسافات، لكن عليه أن يتوقف بين حين وآخر في المحطة لكي يتزود بالوقود. هكذا علاقتنا مع الذكر، نحن نذكر الله بقلوبنا في كل حين، ولكن هذا الذكر القلبي في كل حين لا يأتي من فراغ، لا يأتي من فراغ، يأتي من خلال توقف في محطات الذكر والتسبيح. وأهم محطة في الذكر والتسبيح هي محطة الصلاة، الصلاة، لأن صلاتنا تشتمل على ذكر الله تعالى وعلى تسبيحه. وإذا تأملنا ركوعنا وسجودنا نجدنا نسبح الله تعالى في كل ركوع وفي كل سجود من كل ركعة. وهذا التسبيح، تسبيح الصلاة، نجد الآية في سورة الروم تشير إليه، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يعني مما يشمله تسبيح، فسبحان الله حين تمسون، تسبيح المساء، صلاة المغرب والعشاء، لأننا متى نصلي المغرب والعشاء؟ نصلي المغرب والعشاء في المساء، وأثناء الصلاة نسبح في الركوع والسجود. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذا التسبيح في صلاة الصبح أيضا يدخل هنا، وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، صلاة العصر، التسبيح الذي نقوم به في صلاة العصر يدخل هنا. وحين تظهرون، صلاة الظهر. فإذا الصلاة نطلق عليها ذكرا، مثل ما نجد ذلك في سورة الجمعة، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا قال؟ فاسعوا إلى ذكر الله، يعني المقصود الصلاة. ولكن لماذا قال إلى ذكر الله؟ لأن الصلاة تشتمل على ذكر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. إذن أهم محطة نتوقف فيها للذكر والتسبيح هي الصلاة، وهناك محطتين غير محطة الصلاة، وهما محطة البكرة والأصيل، أي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. وهذا اقتداء
وتأسيا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر الله وتسبيحه في كل بكرة وفي كل أصيل بعد صلاتي الصبح والعصر. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر الله وتسبيحه بعد في كل بكرة وفي كل أصيل من كل يوم، يعني بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. فكان عليه الصلاة والسلام لا يقوم من مجلسه بعد صلاة الصبح وهو يذكر الله فيه حتى تطلع الشمس. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان لا يقوم من مجلسه بعد صلاة الصبح وهو يذكر الله فيه ويسبحه حتى تطلع الشمس. وهذه المحطة مما تشير إليها الآية في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. انظر جيدا تجد أنه خص التسبيح بالذكر من بين سائر أنواع الذكر الأخرى، يعني على غرار آية سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ماذا قال بعد ذلك؟ وسبحوه أم واستغفروه؟ وسبحوه بكرة وأصيلا، لأن قلنا التسبيح هو أعظم الذكر، أعظم من أنواع الذكر الأخرى. كذلك هنا في سورة النور: ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ولم يقل يصلي له فيها. لماذا؟ قال التسبيح لكي يشمل هذا التسبيح الموجود في الصلاة، وكذلك التسبيح الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، ليشمل التسبيحين معا. لو قال يصلي لكان الأمر مقتصرا على الصلاة فقط، لكن قال يسبح، فكلمة يسبح ستشمل التسبيح الذي نقوم به في صلاتي الصبح والعصر، وكذلك التسبيح الذي يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة، سواء العصر أو الصبح، في البكرة والأصل بالغدو والآصال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، بالغدو والأصال رجال. ولو تأمل سياق الآية، هذه الآية الكريمة، نجدها أتت في سياق الآية التي تتحدث عن النور، نور نور على نور، وهي تدلنا على أن الإنسان بمقدار ما يسبح ربه سبحانه وتعالى، بمقدار ما الله تعالى يمده بالنور، ونوره يزداد يوما بعد يوم، بمقدار ما يزداد تسبيحه يزداد نوره، نور على نور. وبمقدار ما يبتعد الإنسان عن هذا التسبيح فإنه يعيش في الظلمات، سيبقى في الظلمات، وظلماته لن تبقى ثابتة، وإنما ستتراكم ظلمات بعضها فوق بعض.